بطبيعة الحال كباقي المديريات على المستوى الوطني، ويعني بالنظر لهذه الظرفية الخاصة اللي كيجتازها العالم كامل ككل. الإجراء الثالث هو أنه يجب الاشتغال في فضاءات كبيرة ومفتوحة كمنشأة. في إطار الاستعدادات للامتحانات تمت عدة لقاءات تنسيقية داخل أطقم المؤسسة وعلى المستوى الإقليمي مع التباعد بين المترشحين والمترشحات من دخول المركز حتى للقاعة، نفس الشيء في الحكم مراقبة الغياب والتوقيع ديال المترشحين، زائد الترتيب ديالها كما قلت على حسب الشعاب على حسب المسالك. الظروف التي حتمت علينا جائحة كورونا كما معروف، فنحن نقوم بالإجراءات اللازمة. كيف جات عندنا ذكرى وهي مشبعة واحد البيت ثقافة وفن. أول حاجة كنبغي نهنئ جميع التلاميذ اللي نجحوا في امتحانات ديال البكالوريا ديال 2020، وكنقول حظ موفق للتلاميذ اللي عندهم استدراكية. وجابت بنت خالتي أحسن نقطة ونقط ممتازة، فرحانة بزاف صراحة، واحد فرحة. دوام موفق للجميع.